السلام عليكم يا عالم الطيور الحلوين، كيف أصبحتم؟ أصبحنا وأصبح الملك لله. متذكرين تحية الإسلام لما أحكي لكم السلام عليكم أنتم بتردوا علي شو بتحكوا لي؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عشان ناخذ حسنات كثير أنا وياكم. اليوم يا حبايبي الثلاثاء، ما اليوم؟ الثلاثاء. التاريخ، تاريخ اليوم 27 من شهر العاشر السنة 2020. نفتح كتابنا اليوم، درسنا في مادة الرياضيات، نفتح كتاب الرياضيات على الرقم إنشاط. إيش هذا الرقم يا عالم الطيور؟ الرقم 2، متذكرينه؟ الرقم 2، إذا أخذنا الرقم 1 بدل على إشي واحد، وأخذنا الرقم 2 بدل على إشي 2، من عندهم 2. إذا هذا الرقم اللي أخذناه هو الرقم 2. طيب نفتح كتابنا عشان أحل التمارين أنا وياكم. أول في عندنا الرقم 2 مكتوب على شكل نقاط، وإحنا بدنا نخطط عليه ونعلم عليه. نبدأ أنا وياكم، بتجيبوا قلمكم، حط إيدنا عند النقطة هون، نطلع قوس شوي لأعلى، ننزل بخط مائل للسطر، ونزحلق إيدنا شوي على السطر. من عند نطلع قوس لأعلى، بننزل بخط مائل للسطر، ومنزحلق شوي على السطر. نعيد كمان مرة، نطلع قوس لأعلى، ننزل بخط مائل، ومنمشي إيدنا شوي على السطر. إذا هيك تذكرنا كيف نكتب الرقم 2. كمان عندي هون الرقم 2 وبدنا نخطط عليه. طيب أنا بدي أسألكم يا عالم الطيور الحلوين، إحنا بإيش نسمع الأشياء؟ نسمعها بالأذن. طيب نعد، كم أذن عنا؟ 1 2. كم أذن عنا؟ 2. إذا نكتب حد الأذن 2. حط إيدنا هون، نطلع لأعلى، ننزل للسطر بخط مائل، ونمشي بخط صغير على السطر. طيب أنا بإيش بشوف الأشياء؟ نرى الأشياء بالعين. طيب كم عين عندنا؟ الإنسان كم عين له؟ 1 2. إذا لي عينان، أكتب 2 حدهم. بطلع لأعلى، بنزل بخط مائل، وبمشي إيد صغيرة على السطر. طيب إحنا بنمسك الأشياء بإيش؟ بإيدينا. طيب كم إيد عندنا؟ نعدهم 1 2. إذا لي يدان، أكتب حدهم 2. هاي نطلع قوس، ننزل خط مائل للسطر، ونمشي ايد صغيرة على السطر. طيب انا بدي امشي، بنمشي برجلنا اليمين واليسار، متذكرين كم رجل عندنا؟ 1 2. اذا عندنا قدمان ورجلان، نكتب حدهم 2. نطلع قوس لاعلى، ننزل ونمشي ايدنا على السطر. هاي أعضاء جسمنا اللي بتدلنا على الرقم 2. أعضاء جسمنا بتدلنا على الرقم 2. ننزل حبايبي للتمرين البعدي، أكتب إيش بدي أكتب؟ إيش هذا الرقم؟ الرقم 2. نبدأ نخطط زي ما تعلمنا على الرقم 2 وبنكتب. حط إيدي هون عند النقطة، نطلع قوس لأعلى، ننزل بخط مائل للسطر، نمشي إيدنا شوي على السطر. هاي نطلع قوس لأعلى، ننزل بخط مائل، ونمشي. هسه بدنا نكمل كتابة الرقم 2 بدون تخطيط. يلا حط إيدنا عند النقطة، نطلع لأعلى، ننزل بخط مائل للسطر، وبعدين نمشي إيد صغيرة على السطر. نطلع لأعلى قوس، ننزل بخط مائل، ونمشي إيد صغيرة على السطر. هاي نطلع بخط قوس، ننزل خط مائل، ونمشي ايد صغيرة على السطر. إذا بنكمل كتابة الرقم 2 بهذه الطريقة. والاثنان يدل على شيئين، على شغلتين بدلنا. إذا هذا الرقم 2، انتم هون بتكملوا حل هاي الصفحة. ننتقل للصفحة اللي بعديها يا حبايبي. هذا السؤال بده ألون، هذا السؤال بده ألون الرقم 2. بنجيب ألواننا، اختاروا أي لون انتو بتحبوه،
أول هو بادئني باللون الأخضر، إذا بدي أكمل ألواني باللون الأخضر، إذا أول واحدة من الاثنين بدي أكملها بالأخضر. بنلون داخل الشكل بنفس الطريقة اللي نكتب فيها، ما بنطلع ألواننا برا، وألوانكم أنتوا أكيد حلوة ومرتبة عشان أنتوا أحلى عالم. هيك بنكون كملنا باللون الأخضر. اللي بعدين أنتوا بتختاروا أي لون بدكم إياه، أي لون أنتوا بتحبوه حابين تلونوا فيه بصير. بنلون مثلا باللون الزهري، بنلون داخل خط الشكل اثنان بنفس الطريقة اللي بنكتب فيها، ما بنطلع ألواننا برا وما بنخربش، بنحاول تكون ألواننا بنفس الاتجاه. اختاروا أي لون مثلا الأصفر، أكيد معكم ألوان حلوة وبتلونوا، أنتوا ألوانكم جميلة جدا، أنتوا أحلى عالم. ما بنطلع ألواننا برا، بنلون داخل الشكل وبنقرأ اثنان. هذا الرقم بنلون فيه هو إيش؟ الرقم اثنان. ما اسمه هذا الرقم؟ الرقم اثنان. إذا تعلمنا الرقم واحد بدل على إشي واحد، والرقم اثنان بدل على شيئان، زي لي عينان، كم عين إلنا؟ عينان. لي أذنان، لي يدان، لي رجلان، إذا بدلنا على شيئان. طيب بعديها ننتقل للتمرين، بدنا نعد ونكتب، عد وأكتب. بدنا نعد أول، نبدأ من هون. هذا الشكل إيش؟ شكل نملة. كم نملة في عنا؟ نعدهم، واحد اثنان. إذا بدي أكتب تحت هذول النملتين إيش؟ الرقم إيش؟ اثنان. إذا هاي المربعات بدي أكتب فيها اثنان. حط إيدنا هون، نطلع لأعلى شوي قوس، ننزل بخط مائل، نمشي إيدنا على السطر إيد. إذا نكتب تحت هذا المربع الرقم اثنان. نشوف اللي بعده هون، كم نملة في عنا؟ واحدة. عدينا واحدة، إذا نكتب واحد. متذكرين الواحد شكله زي العصاي، خط مستقيم للسطر. إذا الرقم واحد زي العصاي، خط مستقيم للسطر. طيب هون كم وردة في عنا؟ نعدها، واحد. إذا تحت هاي المربعات بدي أكتب إيش؟ نكتب كمان واحد، نكتب الرقم واحد. صرنا بنعرف واحد زي العصاية. طيب هون كم وردة عندنا؟ نعدهم، واحد اثنان. كم وردة؟ اثنان. إذا شو بدي أكتب؟ أكتب الرقم اثنان، نكتب الرقم اثنان. نطلع لأعلى قوس، ننزل خط مائل، ونمشي إيدنا على السطر. نعد كم قلم عنا هون؟ واحد اثنان. كم قلم عنا؟ اثنان، نكتب اثنان. نكتب تحت هذا المربع اثنان، يعني بدلنا على قلمان. طيب هذا المربع كم قلم في عنده؟ واحد. اذا اكتب واحد، والواحد زي شكل العصاي نازل للسطر. هيك هيك بنكون حلينا هذا التمرين وعدينا وتعلمنا كيف نعد. ننزل للتمرين اللي بعده، بدنا نوصل الصور هاي مع الرقم اللي بتدل عليه. نعد يا عصافيرنا الحلوين، كم عصفور عندنا هون بالمربع؟ نعد، واحد. طيب انو الرقم واحد، ها ولا ها؟ اذا هذا الرقم واحد، بنوصل من عند نقطة المربع ها لهان النقطة. إذا عصفور واحد مع الرقم واحد. نعد الكرات، واحد اثنان. عندي كرتان، أنا الرقم اثنان، هاي اثنان وهاي اثنان، بصير أوصل مع أي رقم؟ عادي أوصل مع أي رقم؟ اثنان. هاي وصلت مع هذا الرقم. طيب في عندي فنجان قهوة، نعدهم، واحد اثنان، وصلهم مع الرقم اثنان. هيك نكون حلينا أنا وياكو على كتاب الرياضيات تمارين على الرقم واحد والرقم اثنان. حلو، ابعثوا لي. يعطيكم العافية.